ماروك أخبار يومية. السلام عليكم ورحمة الله. شدة الكاميرا، شوف الروينة اللي دارها بارد الكتاف. وثقت كاميرا المراقبة عملية سرقة مثيرة قام بها جانحة بمدينة القنيطرة، وبالضبط منطقة العلامة بحي لارما. وبحسب ما ظهر من الشريط والتعليق المرفق به، فإن شخصا يحترف جمع المتلاشيات قام بسرقة عربة يدوية من أمام منزل مواطن. وقد أكد صاحب التعليق المرفق بالفيديو أن ذات الشخص قام كذلك بسرقة هاتف نقال من داخل أحد المنازل، حيث كان يستغل خلو المكان من المارة هذا، وطالب صاحب الفيديو بضرورة القبض على هذا السارق لينال عقابه. إخوان أنتم واحد الشفارة، هو إخوان هو غيسرق لنا كروسة، هو غيسي حيد لها السنسلة، هو غيبقى يدور وغيرجع مع الزنقة. هذا شفار، هذا دبر في رمضان نهار الحد، هذا نهار الحد التاريخ هالوقت هاي الخمسة دقيقة هو راجع هو انتم الاخوان انت الشفار على سرق لينا نهار السبت، سرق لينا تليفون من الدار، تليفون وشي سبرديلة وشي هاي بسرقوا من الدار، وداك الدار هاي اللي مقابلة معانا داك تايا سرق له جوج كروسات اللي سرق له الراجل، توا كترزق الله سرق له الاولى وسرق له الثانية. دابا دار رمضان، دابا اي باب محلول في الصباح بكري يدخل له صافي، هادي هي خدمتو صافي. السارق كيهزك الروسه كيدير راسو كيميخل او كيبدا اللي جات قدامو كيسرقها. شفار عنده بزاف ديال الشدات على السارق. هانتوما الاخوان هو راجع هاي سرقها وغادي يديه عند مولا فريق دوا صحراوه غير في الصلاه ويحطها عنده. هو الاخوان هو الدار.